واحدة صاحبتي عندها طفلين، فبتقول لي انا كرهت كلمة مامي، كرهت حاجة اسمها تمارين ونادي ودروس، كرهت المذاكرة للأطفال. فبتقول لي انا قررت ابقى ام بكامل ارادتي، بس ما كنتش اعرف ابدا ان ده اللي هيحصل معايا. هتولى مسؤولية طفلين بالكامل لوحدي، اودي الدروس والتمارين والمذاكرة واخد بالي من الاولاد والبسهم واحميهم واعمل لهم كل حاجة في الدنيا. في طفلين وروحين مسؤولين مني، وانا اللي بنشئهم كمان، يعني انا اللي بربيهم والمفروض ان انا اطلعهم اسوياء نفسيا. اذا كنت انا نفسي معرفش اذا كنت سوية نفسيا ولا لا، فهجيب كمان طفلين للدنيا ومطلوب مني اطلعهم اسوياء للمجتمع؟ انا بقيت اتعصب لما اسمع كلمة مامي جعان، مامي تعالي غيري لي، مامي هاتي لي هدوم، مامي عايز اكل، مامي مامي مامي. انا كرهت الكلمة دي، حياتي مسروقة مني حرفيا، ولا عندي أصحاب ولا بشوف ناس ولا عندي حياة اجتماعية خالص. حياتي كلها الولاد واخدينها مني، يومي كله عبارة عن مشاوير ليهم، إما رايحين التمرين، رايحين الدكتور، رايحين الدرس، رايحين جايين من المدرسة، قاعدين بنذاكر في البيت. فأنا ما عنديش حاجة ليا أصلا، أنا فين بقى من ده كله؟ أنا مش موجودة. المشكلة إن أنا لما خلفتهم جديد كنت ناسي حاجة اسمها نوم، وكان كل طموحي إن أنا أعرف أنام كويس أو إن أنا أدخل أخد شاور. قالولي لما هيكبروا هترتاحي، اكتشفت بقى إنه كل ما بيكبروا كل ما مسؤولياتهم بتزيد. فبتقول أنا نفسي يبقى لي حياة، أنا عايز أرجع قبل ما أبقى أم، نفسي أنزل مشوار من غيرهم، نفسي أقابل صحابي وأقعد معهم في قعدة كده لوحدنا من غيرهم، نفسي أسافر يومين ثلاثة مع صحابي من غيرهم، نفسي أقعد يوم واحد بس، يوم واحد من حياتي قعدة كده ما بعملش حاجة، بفكر في الولا حاجة عشان أصفي دماغي. ما بعرفش أعمل ده خالص، غير بقى التوتر والقلق اللي ببقى فيه لما يبقى عندهم امتحانات أو مذاكرة أو عندهم أي حاجة. يومي كله عبارة عن هم بس، هم وبس. عشان كده يا جماعة بقول لكم قبل ما تخلفوا لازم تبقوا فاهمين كويس انتوا داخلين على ايه. الموضوع مسؤولية كبيرة جدا، ومسؤولية على فكرة فوق طاقة اي حد. هو ربنا بيدينا المسؤولية وبيدينا معاها القدرة على تحملها، بس الموضوع مش سهل ابدا. فقبل ما تخلفي استعدي وهيئي نفسك كويس على اللي انت داخلاله. انت داخلة على حياة شخص تاني مش حياتك اصلا، انت داخلة عشان تاخدي بالك من روح تانية، وهتنسي نفسك شوية وقت حلوين كده لحد ما يكبر.